كابتن كارلوس باستر كمدير فني لمنتخبنا، ايه اللي شفته في المنتخب المصري وشايف ايه مواطن القوه بتاعه المنتخب المصري لكره اليد؟ Bueno, yo creo que los chicos han trabajado muy bien durante este periodo. أظن أن اللاعبين قدموا أداء قوي جدا. صارعوا على مستوى البطولة. ودلوقتي عندنا خطوة مهمة جدا. وعندنا خطوة مهمة جدا علشان إن شاء الله دورة الألعاب الأولمبية في باريس.